شنو المشكل اللي عندك؟ السلام، بغيت نقول لكم هذا المشكل اللي واقع ديال الاوراق، انك تمشي تقطع كيعطيوك واحد الروسي كتخرجو من المكتبه، ملي كتخرجو من المكتبه كتمشي كتلقى واحد السحاب، وملي كتوصل كدير لهم الروسي ما كيعطيوكش الورقه. بغينا نعرفوا السبب علاش هاد الشركه فين باغا توصل بهادشي. القضيه وقعت لك وهاد الجمهور ماشي اول مره، ديما كنعاني وديما كنعاني، علاش هادشي؟ بغينا نفهموا، واش ما بغيتوناش ندخلوا نشجعوا الوداد؟ حنا راه باغيين نشجعوا الوداد، كنبغيو الوداد. لما تفرجناش فيها راه كنمرضوا. خسرتي فلوسك؟ خسرت فلوسي وما خديت لا ورقه لا والو. شحال خلصتي في الديك؟ خلصت انا قلت 32 درهم. 32؟ فاش مشيتي شنو قالوا لك؟ عطيتهم الروسي قال لك لا ما بقاوش الاوراق، الماكينه خسرات اللي كتخرج الاوراق. ما فهمناش حنا واش بغاو يكذبوا علينا هاد الناس، ما يكذبوش علينا. كتحس براسك تنصف؟ بغيت ندخل نتفرج في الوداد. انتوا كتشوف دابا شنو واقع، الناس داخله كتفرج وحنا اللي مخلصين برزقنا. بنادم داخله الكل اللي كيعطي البوليس اللي كيعطي 20 درهم بدل ما انا كيدخل كيتفرج، حنا لا، حنا اللي مقطعين الجمهور الحقيقي مخلينا فين تبعنا الوداد. هذا المشكل اول مره كتعاني منه؟ لا ماشي اول مره، هاد الشركه كانت دايره بي دي اف، كانت غاده القضيه مزيانه ملي كانوا الوراق الاولين. اما باش تقطع وتتخرج روسي من المكتبه راه ما خداماش، وتنزل تشد الصف وفي الاخر ما كتاخذش ورقتك. شفين باغي يوصلوا هاد الناس هادو؟ وشرحوا لينا راه ما يمكنش. واخا في نظرك شنو هو الحل باش تولي هاد العمليه سهله؟ الحل يرجعوا البي دي اف، يرجعوا اوراق بي دي اف كيف ما كنتي كتقطع في البدايه. هاد الشركه هادي ما فهمناش شنو بغات توصل لينا، واش كتشفار كتعطي كارنيات العائل شاق؟ فهمونا، شركه ما والو هادي بالعربيه. رساله اخيره تقدر تقولها لهاد الشركه؟ رساله غنبقاو نشجعوا الوداد، واخا ديروا لنا هاد الشيء ولا الطغيان خاصو يتحارب، ما خاصوش يبقى. كنشوفوا واخا ما عندكش، واخا ما دخلتيش انت حاضر في المدرج. انا حاضر وديما غنبقى حاضر وديما غنبقى حاضر، وديما وداد وديما وداد. تبارك الله عليك، الله يوفقك. شنو المشكل اللي عندك خويا؟ انا كنت عليك تخرج تقطعوا لي الورقه. كيفاش قطعوا لك الورقه؟ ما تخرجها كم من الكراج تصف مع بنادم وواحد خونا هو يقطعها. قال لي ها سير، ما بغاش نطلعك. خاصك تعطي مع العميل اللي بغاش يدخل. شنو خاصك تعمل؟ خاصك تعطي فلوس اللي بغاش يدخل. وعندكم ورقه؟ عندنا ورقه. عندنا ورقه كلشي مزيان. ما عرفت واش انت دابا كيكون واحد البلان في ذاك الطالون كيكون مقطع وما كقالش عليك، فهمتيني؟ ما كيقول لك انا ما سوقيتش انا في الطالون، ما خاطرش يقطع لك الطالون. شنو دابا شنو الرساله اللي تبغيو توجهوها لهادو اللي ما خلوكمش تدخلوا؟ ماتش ديال البطوله هذا ماتش عادي، فهمتي؟ ماشي شي ماتش كبير ولا ماتش عادي، فهمتينا؟ حنا باغيين ندخلوا نشجعوا ونسبورتوا الفريق ديالنا وان شاء الله نكون رخصنا. انت شنو المشكل اللي عندك؟ بحال المشكل اللي عنده هو عندي انا. قطعوا لك الورقه؟ حتى واحد داز دائما شو مسكين قطعوا لي الورقه وكليم. يعني بزاف قطعوا لكم الورقه وما خلوكمش تدخلوا؟ بزاف. وكتضحك هاني يا زعما؟ هاني ما عنديش مشكل. شحال الثمن ديال الورقه اللي تقطعت؟ اما خرج لنا 40 درهم وهنا تبيعوه ب 60 درهم. 60 درهم. انت الورقه اللي كانت عندك شحال عامله؟ انا 60 درهم شحال واخد انا من تيا. المهم قطعوها لك وما خلاوكش تدخل. ما خلاونيش ندخل، هادشي بغا نعرفوا علاش حنا. ما عرفتيش السبب؟ ما عرفتش السبب. شي رساله توجهها لهاد الناس اللي قطعوا لك الورقه؟ ندعيهم الله، حنا شي اللي غنقولوا لهم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.